الله الرحمن الرحيم. تحية احترام وتقدير لمعالي النقيب الأستاذ سامي عاشور، نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب. التحية والتقدير والاحترام لأساتذة الأفاضل أعضاء مجلس النقابة العامة، حاضري هذا الملتقى. كل التحية والتقدير لمجلس نقابة محامي بورسعيد وعلى رأسهم معالي النقيب الأستاذ أحمد عبد النعيم. كل التحية والتقدير لأعضاء مجلس نقابة محامين الإسكندرية شرق وغرب الحاضرين هذا الملتقى. تحية باحترام وتقدير للقامات الحاضرة هذا الملتقى جميعها ولحضراتكم جميعا. ولا ننسى التحية والاحترام والتقدير لمنظمي هذا الملتقى الأستاذ مسعود إسماعيل وكل من معه باتوا لكي ينظموا هذا الملتقى، فشكرا جزيلا لهم. ونحن معالي النقيب نحتاج دائما وأبدا الالتقاء بكم وطرح مشاكل محامي الإسكندرية دائما، ودائما حضراتكم تشاركوننا في حل كل المشاكل أول بأول. وإن شاء الله بإذن الله تعالى سوف تكون الأيام القادمة فيها أعمال أكثر مما كان، حتى نكون قد وضعنا بصمات بسيطة لمحامي الإسكندرية بقدر المستطاع وفقا للمناخ الذي نعيش فيه، ووفقا لما معنا من إمكانيات، ولكن مساعدة معاليكم ووقوف النقابة العامة بجانب النقابة الفرعية. وحاليا هناك خدمات تؤدى بالإسكندرية، يعني مثلا منها السجل المدني الذي يخدم نقابة شرق وغرب في الإسكندرية، ونحن لا نفرق أبدا بين محامي شرق ومحامي غرب، فكل سواء وكلهم محامو الإسكندرية، فلهم منا كل التقدير ونخدم الجميع إن شاء الله. وحتى الإقرارات الضريبية كانت برضو بتؤدى في نقابة شرق الإسكندرية، وجميع الخدمات اللي احنا بنقدر نعملها. أخيرا الأوتوبيسات كان فيها مشكلة، وكنا حريصين أن تكون الأوتوبيسات مجانية لمحامي الإسكندرية، وهذا الكلام يعني الحمد لله رب العالمين يسلمنا فيه معالي النقيب العام. وإن شاء الله عندنا خدمات أخرى جاية بإذن الله تعالى نتباحث معها مع معالي النقيب العام، وحتى لا نأخذ أكثر من ذلك فنطرق الميكروفون لمعالي النقيب العام وللأستاذ ممدوح إبراهيم لكي يستكمل المسيرة. شكرا شكرا معالي النقيب.